الغريب ان بدر بنون لاعب النادي الاهلي ولاعب المغربي المتواجد في صفوف النادي الاهلي الوقت الحالي رفض عرض رامز جلال بالخروج من خلال شاشته في الفتره القادمه او في شهر رمضان، انه رفض هذا العرض بالتواجد في البرنامج وفضل السفر للمغرب وقضاء عطله مع اسرته. يمكن المبلغ ممكن يخليه يروح، او الشكل العام في رمضان والاهتمام بالبرنامج يخليه يروح، لكن هو عنده فكر تاني. الراجل مركز بشكل اكبر، حب انه ياخد راحة اكبر مع عيلته وبالتالي رفض هذا العرض. طبعا احنا يمكن محمد هاني وقفشة ومروان محسن هم الثلاثة اللي صوروا مع رامز برنامجه من خلال لاعبي النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت.